قف كستا وحمد دولان من سوق هذا وحن دولة اسك سوق هذا ناس داقة بورسون كان تلبعه اسك سوق هذا ناي نك سوق هذا تنبع ولا ما قاعد نقول ما استعب قلوب يوم بارك به ما بقى هذا نبى سوق هذا ناي وحن قادن ملي عفنا استعب قل دور ما بعنا يعني من وحن أنا أوجين ما رجع فينا ما كويحي إيكو كم خي هاي إيك يا إنا اسك كذا أنا في عن أنا جوا حكم أوجني دولة الصومالية أي حالة كده واخذة إن ذلك اللي قاعد فيه كده وات شامبليون أو دولار تاس أو إنك بدن لحد السنة اللي قولها حفلة كده عادي حفيز كريز الوزارها أي اللي قد بلد جوشة ستاريقي جاه لعقتها الصومالية اللي قاعد فيه هدي اللي حسابي وحريز الوزارة حمس عبد برشاقي إن على قف أي دتك صوماليات وقصوا عادي لهيد إنك بدن صدح بقول أو دولار شعبك مجال ذي مقدشو والله اللي شبه لا أيه كأرك تدي بتي دين تلقى في صوماليا لا وا وا ما بالله يا بني أنا هردا مالي سو قاد موجي أنا العاقل اللي في الغولة هاي دولة ده أنا وحوا جور كلام بتجنا ورغم ما لتنا وها حوك سنا سكبيها بيا يكون ده أنا سكبي بيو دولة ده ما هاي وحبرش دولة ده ما هاي عف ما دولة ده ما هاي جور دولة ده ما هاي أنا حرب الدولة ده سأل دين اللي وقع في وقعت الينال يا محمود واسور سلا الربك ده عقل الشقيان على الربا معناها هذه ما قاعد اقول سوق حتى انا اكون علماء بتاسوا كدن بابين بركي وحا وقف كستا وحمد دولان من سوق هذا وحان دولد اسك سوق هذا ناس داقه بورسوين كان تلبخو اسك سوق هذا ناي نينك سوق هذا تنبا علماء ما قاعد لو كوره مركه وحا واي انغه تيمبرسنا لا تيمبرنا صار مبد ان عدد دي دولد اكيسن نقاليه وبرشده وكلا عرورتنا انه برنيسو ها وحبا لوغو عفي ولا ديلاي لكن اني وادو هم وبرش ما عف ما ما هايو ان غوري ما هايو سي وخ لي وعف يوا ها ثلاث لحم نجلق ميا حد كوره وحد حد متقلا من مكلال جيد هايو اي و سو اقمري ان دكس قران سو اقمر محمودو مركا سا عنغا و خو يرسناي قرانكا و خو له معل باي دم قتلت معل باي دم قتلت هنا مقدا نجي مقولاش جديدة عربي أو عوم لنا اللي يردم بيك وقتها مقولاش جديدوس معونا ما تقالها ثلاثة اللي حملوا نجلق ولا ثلاثة اللي حملوا نجلق ياه مرقوا على صدح هذا هنا ذا أي قوم أنتوا رصاصة صرقوا قصيرت مرقوا أنا ثلاثة اللي حملوا نجلق مانا وأنا الجديد لا يميع مرقوا عربي مرقوا أنا وحكي قبل فكرة أنت إذا أنا الدين سوق هذا نن وحنا عنن حولد حولد دولد أنا أركين ما هو قاعد يدري دري قص الإيجاشة يا دري قص مروقي زان مرنا هدينا لو ويا شموك وعدانا وشخصيا معناها واغب تاعي هذا انت مثل هذا 600 دولار دولة تكسس واحد انت واغب تاعي 600 دولار ما بعنا يعني من وحان اني اوجين ما رجع فينا ما كويحي ايكو كم خي هاي ايك يا انا اسكو انا في عن انا جوا حكم اوجني فرع سنة به وحان او سمين ما رجع فينا طلعت وعمر ما هذيك دي من مرة اللي ويا شتي لا يعني ما قص وركانا ورنحتين يا وابا وحي إيك علن إيروان شعبك إنه بدو باتي أنا دين الملا أنا دولة دين تلولي يا دت تلولي أنا إسك ديوانا في عن إذا خادن لا إذا لا إيروان إسك عفي سمعنا شعبك إنه دعو ومدنا وغلا له عفي غلط واقص نيورت دولة العقد أنا إجماع إجماع عفين العقد الجنرالي دولة على عفي مركه أنا هنا مركه سبيشالي العكاز هذه دولة اللي قاعد فيه وحكي كده أنت أنا بقولش كدولة ذاك مدة هاي مركه أنا هنا اللي قاعد فيه مركه دولة هنا هذا نيو والبو شخص والبو واحد اللي قاعد فيه سدع بقول دولار وصاحبه وقص عن تاي نيو والبو كم من الدولة ده شعب كده سدع بقول دولار على قاعد فيه يعني هذا اللي قاعد فيه لأن دولة ده الله يستعان كنا شعب كدولة دي أنا ورما قاتي وحاس وحلو به يا ما بعض وعلى قاتي الدولة دي على قاعد الدولة دي هنا واي الدولة دي أنا دين تزوجتي أنا كمرو نوجستي كباب ولش أنا مرو جي نوجستي كمال حان مرو جي كويس وأقول نهابة مرك الدولة دي هذه اللي قاعد في أنا كان واقف فرح صرنا درد مرة أركي لو ما أكل من أليها واقف فرح هذا واقف فرح وما سنت ولا لك هذه أنا من رهانتي واقف فرح صرنا هاي من ذلك دين لو نقولها هاي صدق صار قبلا maanta la yiraahdo waa la cafiyay dawladda la shaqeeyday marka runta arin aad loogu farxo waaye waana arin aad iyo aad maaratay soo dhaweyn leh oo ay dawladdu ka shaqeeyday runtii marka waa taas haday xaqiiqtahay oo la xaqiijiyay arin aad iyo aad loogu farxo waana arin wanaagsan waana soo dhaweeyna aniga oo ku hadla afka dhalinyarada afka shacabka Soomaaliyeed
marka arin wanaagsan waaye waana arin farxad leh waxayna keenaysaa taas in mataqaana wadanku oo dhaqaale cusub iyo horumar cusub sameeyo oo deen maartay oo iyo hanti kale oo yeesho oo soo deynsado wax fiican oo lagu kalsoon yahay wax qabadkan iyo dhaqaalaha wadanku inuu horumar sameeyana waxa waaye waa kaalin weyn ayay ka qaadanaysaa waxaan ku faraxsanahay waa arintaas waxaan u arkaa arin aad iyo aad u wanaagsan hayaale waxa waaye waa shaqo la qabto waaye marba hadii shaqo la qabto waxa waaye waa in la soo dhaweeyo waa dawladda shaqo wanaagsan ay qabato in la soo dhaweeyo waaye wixii maaratay oo horumara oo la gaarana waa waxa umadda soomaaliya usoo hoydo waaye inkastoo brosesska brosess soo socday oo dawladdii hore ka soo shaqeeyana ay tahay dawladdaanuna ay soo gelgabiday waa arrin aad loogu farax aad iyo aad arrin loogu farxo waana soo dhaweeyna runahantii waa si loo bixiyo waa adkaa lahayd waa caqabadeena dalka ku ahaa lahayd oo waxa waaye waddanka maaratay fadhiyadii ka dhigi lahayd marka waxaa yaala lacagtaas dana lacag sii kordhaho waxa waaye racag dheeriya ay bil walba ay dul fuureysay ahayd oo ribaha dul saaran tahay marka arrin mataqaana ay dadka dalkan dal iska duruufaysan waayo 30 sano dowlad la-aan iyo mataqaana culaysyo badan la kulmaayo waaye marka waxa waa arrin aad u culus waaye waddanka in deyntaas la baxshaa waa aad iyo aad kaalid laakiin alxamdulilah haddii maanta ay nagala caafiyey run ahaantii waa arrin wanaagsan waana ku faraxsanahay wallahi niyaho waa broses ay martay xilli dheer ay qaadatay waqtiyo badan ay soo martay waxaan aad iyo aad aan soomaalida u leeyahay waa guul in soomaaliya maanta ay dunida ay ka mid noqon karto dowladaha aan wax aqaanta aan lagu lahayn taasna waxay keenaysaa inay hore u wadato barnaamijyadeeda mashaariicda maalgelinta warshadaha dhisidda hor u socodka iyo in dadka soomaaliyeed ee dunida la shartegi karaan iyagoo dhahaya waxaan rabnaa in horumarka iyo ganacsiyada iyo maxaan ku ihahdaa isbeddelka weyn ee tiknolojiyadeed ee dunida ka jirta inaan qayb ka noqono marka waa guul ummad soomaaliyeed u soo hoyatay waxaana leeyahay horaha loo socdo soomaalidu waxay ku qasb waa dad ganacsi waay waxay ku qasban yihiin in adduunka meesha uu maraya ay la maraan si wax qiila iyo qoondaha aan loogu yeelan waxay aad ay u soo dhaweynaysaa in dadkeennu uu dunida wax la qaybsado dunidan maanta joogtay ay aadka u xawaaraynaysa maxamuud soo faysan shabelle tv muqdisho